بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نستكمل سويا سلسلة أمراض التي تسبب الإجهاض في حيوانات المزرعة والخيول، والنهاردة المحاضرة رقم 9 بعنوان Abortion in Horses Causes, Control and Prevention. كنا اتكلمنا في المحاضرات السابقة، حوالي 7 محاضرات، اتكلمنا عن مسببات الإجهاض في الأغنام والماعز والأبقار. والمحاضرة الأسبوع الماضي كانت محاضرة خاصة بأسباب الإجهاض في الإبل، والنهاردة إن شاء الله نتكلم على أسباب الإجهاض في الخيول. طبعا في مسببات عامة مشتركة في جميع الحيوانات، لكن كل سبيشيز في حاجات مميزة تسبب الإجهاض. يعني لما جينا اتكلمنا عن الإبل قلنا أهم حاجة في الإبل بعد البروسيلا التريبانسومياسيس والكلاميديا. النهاردة في حاجات مميزة للمسببات الإجهاض في الخيول. الإجهاض في الخيول، الأسباب والتحكم والوقاية. قبل ما نتكلم عن الإجهاض في الخيول بندي بعض المعلومات السريعة كده الفسيولوجية عن مدة الحمل في الخيل، تبقى من 330 يوم إلى 340 يوم، يعني حوالي تقريبا 11 شهر 11 شهر ونص، ده مدة الحمل في الخيل. احنا قلنا في الإبل بتوصل سنتين، توصل سنة أو لغاية 14 شهر. في علامة مميزة للحبل السري بالنسبة للخيول، بالنسبة للأمهار اللي في أثناء الحمل، يعني الحبل السري بيصل طوله من 36 ل 84 سنتي متر، يعني تقريبا يقارب المتر. ودي بتبقى لها خصوصية من أسباب الإجهاض الغير معدي، ان الحبل السري دي يلتف حوالين نفسه، فهو حبل طويل عكس باقي الحيوانات. الوزن المشيمة بلاسنتال ويت بيوصل حوالي 5 كيلو جرام، يعني تقريبا 11% من وزن الجنين. أهمية الإجهاض بالنسبة للخيل إن هو بيأثر على بيعمل اضطرابات تناسلية، يعني بالإضافة إن احنا بنفقد جنين، الحالة بتبقى حامل ويحصل فقد للجنين. المشكلة بعد الإجهاض ممكن يحصل إندومترايتس، التهاب في الرحم، بطانة الرحم، ممكن يحصل فالفو فاجينايتس، التهاب في الفالفا والفاجينا، ممكن يحصل انفيرتيليتي اللي هي العقم يعني. فالإجهاض دايما بيسبب خسارة اقتصادية كبيرة على صاحب المزرعة وعلى الحيوان كصحة عامة، كمان ان في بعض الامراض تنتقل الى الانسان زونوتيك زي البروسيلا وكده. الإجهاض بينقسموا الى نوعين من الإجهاض في الخيول. في حاجة اسمها spontaneous abortion، في حاجة اسمها medical assistant abortion. spontaneous abortion يعني ان الرجل السايس اللي هو بيشتغل مع الخيل يفاجأ كده ان يقولك الايه، المهرة طرحت، نزلت الجنين يعني، او صعدت او فيشت، الحاجات الالفاظ اللي احنا بنقولها دي. فهو ينزل من نفسه الجنين، تلاقي عمره 7 شهور 8 شهور 10 شهور نازل لوحده، ده بنسميها spontaneous abortion. وفي حالات بيتدخل فيها الطبيب ان هو يعمل induction للابورشن، بنسميها medical assisted abortions. They are medically induced abortion and performed لعدة حاجات هنقولها دلوقتي في المحاضرة. لما يكون في توينز مثلا، لان توينز دايما المهرة الحامل في توينز توأم دايما يحصل لها اجهاض، فممكن انا اتدخل واعمل اموت واحد من الاثنين دول، من التوينز دول زي ما هنشوف دلوقتي. او يكون حصل ماميفيكيشنز للفيتس
والجنين ميت جوه، فلازم أدي حقن وأنزل الجنين. إن شاء الله في محاضرة عن إزاي نعمل إندكشن للأبورشن وإندكشن للبارتوريشن، تبقى محاضرة منفصلة يعني. وقت الأبورشنز في المير دايما الإجهاض في المير اللي هي أنثى الخيل يعني، دايما الإجهاض يحصل من الشهر الثامن للشهر الـ11 من الحمل، وفي بعض الحالات يحصل في الشهر الخامس، لكن دايما بنسميها تراي ميستر. تراي ميستر اللي هو في الثلث الأخير من الحمل، اللي هو بيبدأ الشهر الثامن أو التاسع أو العاشر، دي معظم حالات الإجهاض بتحصل في الوقت ده. وفي بعض الأمراض بتعمل، بعض الأمراض الفيروسية تعمل حاجة اسمها ستورم أوف أبورشن، يعني عاصفة من الإجهاض، زي مرض الهيربس فيروس دلوقتي هنتكلم عنه، ممكن نسبة الإجهاض في القطيع تبقى عالية جدا. طب نيجي بقى لمسببات الإجهاض، causes of abortion. عندنا إما يكون مسبب مرض معدي infectious أو يكون non infectious، سبب غير معدي. طب ال infectious إيه الأنواع ال infectious؟ إحنا قلنا ال infectious في الإبل بكتيريا البروتوزوال وفيرال. هنا ال infectious في الخيول مسببات المعدية، إما يكون مرض بكتيري يعمل إجهاض، وإما يكون مرض فانجل فطري، وإما يكون مرض فيروسي. وهندي أمثلة على كل واحد من دول وإيه أهميته بالنسبة للخيول. نمسك الـ infectious causes of abortion. عندنا البكتيريا causes of abortion، الميكروبات التي تحدث إجهاض في الخيول، أهمها الستريبتوكوكس والليبتوسبايرا والنوكارديا والكليبسيلا والاستافيلو كوكل والبروسيلا. ونلاحظ هنا ان انا حاطط البروسيلا في اخر حاجه، لان البروسيلا في الخيل not common as in cattle buffalo sheep goat camels. البروسيلا in horses is rare، نادره، ولما بتصاب الخيول بالبروسيلا بتعمل اعراض non reproductive symptoms، صحيح ممكن تعمل اجهاض في الخيل لكن ممكن تعمل حاجة تانية اسمها الفيستولا سويزرز، أكتر حاجة من علامات البروسيلا في الخيول اللي هي النسور اللي بيبقى في ظهر الحيوان من فوق. فالبروسيلا كمايكرو أورجانيزم اللي هي البروسيلا أبورتس أو بروسيلا سويز دول موجودين، وهي زي ما قلنا رير في الإكواينز، ممكن تعمل أبورشن ممكن تعمل استريلتي عقم للذكور. والأعراض أكثر البروسيلا في الخيول بتعمل حاجة اسمها فيستولا سويزرز. إيه هي الفيستولا سويزرز دي أو النسور ده؟ بيبقى مكان كده بيتملى بالصديد وجرح مزمن في أعلى الرقبة زي ما هنشوف صور له دلوقتي. دي المسببات البكتيرية للإجهاض في الخيل. في مسببات فطرية، المسببات الفطرية عندنا اللي بيسموه مايكوتيك أو فانجال انفكشنز، أخطرهم الأسبرجيلاس والكانديدا والهيستوبلازما، دول أخطر 3 أنواع فطريات بيعملوا إجهاض في الخيل. نيجي بقى للفيرال كوزس، وهو ده اللي إيه مربط الفرس بقى، يعني بنتكلم عن الخيل فدايما نركز على إيه، زي ما ركزنا في محاضرة الأسبوع الماضي عن التريبانسومياسيس والبروسيلا في الإبل، في النهاردة بنركز على الأكثر مسبب للإجهاض في الخيل مسبب فيروسي، لذلك بيسموه مرض الإجهاض الفيروسي في الخيل اللي هو الهيربس فيروس. نيجي نشوف الأمراض الفيروسية اللي بتصيب الخيل بتعمل إجهاض، اللي هي الإكواين هيربس فيروس. الإكواين هيربس فيروس فيه منه 3 سترينز، واحد اسمه إكواين هيربس مايلو إنسيفالوباثي، ده بيعمل أعراض عصبية، واحد اسمه كواين هيربس فيروس اللي هي اتش في 1 اللي بيعمل ابورشن، وفي كواين هيربس فيروس اللي هو الرينو نيمونايتس اللي بيعمل اعراض تنفسيه. في مرض فيروسي تاني يعني ده اقل شويه من الكواين هيربس، اللي هو كواين ارترايتس فيروس، اللي هو مرض التهاب الشرايين في الخيول، اختصاره اي اي في. يبقى لازم اي واحد دكتور شغال في الخيل زي معانا ابو عبد الرحمن والدكتور اشرف من الفيوم والزملاء اللي بيجي لهم حالات خيل،
لازم يبقى عارفين ايه الامراض الخيل الفيروسيه. اخطر مرضين فيروسيين وبتلاقي دايما تدخل على النت تلاقي كلام كله عليها مرض الهيربس فيروس في الخيول، لانه بيعمل اعراض عصبيه وشلل نصفي والحيوان بيموت، ممكن يعمل اعراض تنفسيه والحيوان يموت، وبيعمل اجهاض، ولو جه للامهار الصغيره يعمل وفيات. يعني مرض يعني محتاج محاضره لوحده، لكن انا ايه جبته كمختصر. بيسموه بالعربي المرض الاعتلال الدماغ الشوكي، الكواين هيربس فيروس، منه 3 سترين. في نوع الكواين هيربس مايلو انسيفالو بافي بيعمل اعراض عصبيه، وفي كواين هيربس فيروس اللي هو بيعمل اللي هو رينو نيمونايتس بيعمل اعراض تنفسيه، وفي الكواين هيربس فيروس اللي هو بابورتش بيعمل ابورشن. لكن كصفه عامه ان المرض الهيربس ده مرض فيروسي بيصيب الفصيلة الخيلية، وله 4 فورم، له 4 أعراض، إما يعمل أعراض تنفسية أو يعمل إجهاض في الثلث الأخير من الحمل، أو يعمل نفوق للأمهار حديثة الولادة، أو يعمل اضطرابات عصبية. أدي الـ3 فورم اهوت. الصورة اللي على الشمال اللي هي رقم A ده أعراض ريسبيراتوري فورم، تلاقي الحيوان درجة حرارته عالية، بكح، نزل ديستشارج، ده هيربس فيروس نيمونايتس او اللي بيعمل نيمونيا. يعني الصوره الثانيه اللي في الوسط اللي هو الحيوان راقد كده على رجليه الخلفيتين، واخد حاجه اسمها الدوك سيتنج بوزيشن. الدوك سيتنج بوزيشن دي بيحصل في مرضين، مرض اللي هو كواين هيربس فيروس يعمل شلل نصفي في الرجلين الخلفيتين والحيوان ما يقدرش يقف عليهم، وبيحصل في مرض الازوت يوريا اللي درسناه في امراض الميتابوليك ديزيزز برضه يعمل حاجه اسمها دوك سيتنج بوزيشن. والصوره الثالثه ان ينزل الجنين بالمشيمه اجهاض في الشهر 7، 8، 9، 10. دي 3 صور لمرض الهيربس فيروس في الخيول، ريسبيراتوري فورم والنيرفس فورم والابورتس فورم. ده ابو بكر ايمان اللي هو الازوتيوريا، صح؟ بارك الله فيك. احيانا يكون الحيوانات الخيول مصابه بالفيروس ولكن ما يظهرش عليها اعراض، بيسموها كارير او ليتنسي. طيب انت ايه الخطوره؟ يعني لو حصل اجهاد للحيوان، ستريس فاكتور زي البريجنانسي، او ان الحيوانات نقلوها من مكان لمكان تاني، او حصل نقص في المناعه بتاعت الحيوان، بيتحول الفيروس الى صوره نشطه ويعمل المرض. يعني ممكن انا اجي على اي خيل كده واعمل الانتي بودي تتر الاقي اللي فيه في اصابه بالمرض، ولكن الحيوان طبيعي بياكل ويشرب طبيعي. لو حصل اي ستريس فاكتور زي الحمل او السفر او نقص المناعه، يتحول الفيروس من صوره كامنه الى صوره نشطه ويسبب ظهور اعراض المرض. يعمل بقى اجهاض لو الحاله بريجننت، يعمل اعراض عصبيه، يعمل اعراض تنفسيه. دايما الاجهاض زي ما قلنا بيحصل في الشهر 8 للشهر 11، احنا قلنا مدة الحمل من 11 ل 11 ونص، وممكن يحصل في الشهر 5. ده يبقى الأسباب المعدية يا جماعة. تاني عشان الزملاء اللي داخلين متأخر، أهم حاجة عندنا المرض الفيروس الجهاض المعدي اللي هو هيربس فيروس، وده له 3 صور، صورة عصبية وصورة تنفسية، ولو جه للأمهار الصغيرة بيعمل وفيات ويعمل إجهاض في الحوامل. البروسيلا نادرة قوي في الخيل، ولما بتيجي للخيل نادر ان هي تعمل ابورشن، ولكن تعمل حاجه اسمها فيستولا سويزرز زي ما هنشوف دلوقتي صور للمرض ده في الخيل. طب نيجي بقى للاسباب الغير معديه. ايه اللي يخلي المهره تجهض وما فيش ميكروب ولا فيروس؟ بيسموها نون انفكشوس كوزس اوف ابورشن. نون انفكشوس كوزس اوف ابورشن اما ابورشن ديو تو توينينج. توينينج يعني التوامه، يعني دايما الخيول اللي تبقى حامل في 2 دايما يحصل لها اجهاض. زي ما قلنا في محاضرة الابل، دايما الابل او النوك اللي بريجننت في التوينز يحصل لها اجهاض ما تكملش. والابقار كمان، يعني انا شفت كنت مشرف على مزرعة، البقرة كانت تجيب 3، هولشتاين تجيب 3 او تجيب 2، دايما 90% منهم بيحصل لهم اجهاض او تولد وينزلوا الـ3 ميتين. يبقى اول سبب التوينز، وهنقول في المحاضرة ازاي نتعامل مع حالات التوينز لما يكون المهرة عشار وانا هي شايله 2 وانا عايز اخليها تشيل 1 بس. الامبلايكال تورشن
احنا قلنا في بداية محاضرة ان الامبلايكال كورد الحبل السري طويل ممكن يوصل لتلات اربع متر، فممكن لو لف الحيوان جاي له مغصة او نام على الارض او حصل له اي حاجة ممكن يلف حوالين نفسه فيمنع الغذاء عن الجنين، يمنع الدم والغذاء او الاكسجين على الجنين فيموت الجنين نتيجة لالتفاف الحبل السري او نتيجة لنقص البروجسترون. عارفين البروجسترون ده هو اللي بيحافظ على الحمل طول فترة الحمل، بيتفرز من كوربس لوتيوم في الشهور الأولى وفي الشهور الأخيرة بيتفرز من المشيمة، وهدي هنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة بتاعت إزاي أو كان يو انديوس أبورشن، محاضرة مهمة قوي ضروري كلكم تحضروها. هاو كان دي انديوس أبورشن أو هاو كان يو انديوس بارتوريشن، الحالة ميعاد الولادة جه ولسه الحالة ما ولدتش، فإزاي أدي إيه الأدوية اللي أديها عشان أنزل الجنين سواء حي أو ميت. ابورشن ديو تو بروجسترون ديفيشنسي، ان يحصل خلل هرموني ينقص البروجسترون فيروح الحاله جاي لها اجهاض. كونجينيتال ديفيكتس، مشاكل بقى وراثيه او تشوهات جنينيه او تسمم بالارجوت توكسيسيتي، دي كلها مسببات غير معديه ممكن تسبب اجهاض. هنقول على التحصين دلوقتي يا دكتور محمد بارك الله فيك، والتحصين الشهر الخامس وسبعة وتسعة هنتكلم عنه إن شاء الله في آخر المحاضرة. أنتم مذاكرين يعني، الدكاترة داخلة وهي مذاكرة معانا فحاجة جميلة أوي. دكتور فواز اتأخرت النهاردة، أنت تدفع غرامة 10 ريال. هذه التفاف الحبل السري، في شايفين الحبل السري لافف حول نفسه إزاي، فالجنين هيموت على طول. وقلنا ان الحبل السري طويل فاي الحيوان يتمردغ ينام على الارض يرفس يجي له مغصى ممكن يحصل التفاف للحبل السري فده يعمل جنين. امبلايكال كورد تورشن كوينز امبلايكال كورد تورشن ويز كورد امبريو، فالحيوان يحصل له يموت على طول اللي هو الجنين يعني. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ازاي بقى المرض بينتشر؟ لو في حصان عنده هيربس فيروس بيعدي اللي جنبيه واللي جنبيه واللي جنبيه، ممكن الصبل كله ياخد العدوى لانه في ريسبيراتوري فورم ونيرفس فورم والكلام ده. لو حصل اجهاض لحاله الكونتنت بتاعت المشيمه والجنين وكده نازل مليانه ملايين الفيروسات فتعدي الحيوانات، ده بسموها كله دايركت ميثود. في اندايركت ان هو يحصل تلوث للطعام وللميه اللي بيشرب منها الحيوان، ده برضو بيعمل عدوى ينقل المرض. كده في الوقاية نقول لك لازم الحالات اللي حصل لها اجهاض نتخلص منها ولازم المزرعة تبقى نظيفة. الدكتور أبو عبد الرحمن بيضيف حاجة جميلة في أسباب الاجهاض الغير معدية، إن الدكاترة وهي بتعمل ريكتال اكزامينيشن عشان تعمل جس بإيديها، فممكن لو هو دخل إيده جامد كده في الريكتم ممكن يعمل اجهاض للجنين. حتى لو بيستخدموا البروب برضو، لو هو بيستخدم البروب ممكن برضو البروب ده لو حطه بيدخله بعنف ولا حاجة ممكن يعمل اجهاض للجنين. جزاك الله خير يا ابو عبد الرحمن، هضيفها ان شاء الله في الاسباب اللي هي غير معدية للاجهاض. اعراض الاجهاض بقى في حاجة اسمها بريماتيور لاكتيشن، في علامة كده تظهر على المهرة أعرف إن المهرة دي يحصل لها إجهاض. يجي أسبوعين الأخر من الحمل، آخر أسبوعين من الحمل تلاقي الضرع كبر قوي وبدأ ينزل اللبن أو السرسوب، يعني بسموه بريماتيور لاكتيشن يعني نزول اللبن قبل الولادة. المفروض إن الحالة ما بتنزلش لبن من الضرع إلا بعد ما تولد، فلو نزل اللبن من الضرع قبل الولادة ده بيبقى علامة من علامات الإجهاض، وكمان الحالة تجي لها مغصة. لذلك دايما لما دكاترة يبعتوا لي على حالات مغص في بريجننت ميرز اقول له اطمن على الجنين، لان المغص ممكن يكون انتستاينال كوليك، مغص ناتج من الاضطرابات الهضمية الامعاء يعني، ممكن يكون رينال كوليك جاي من الكلى، وممكن يكون المغص نتيجة لمشكلة في الجنين، الجنين مات او الامبلايكال كورد حصل له تورشن او الحيوان تعرض لتروما فالجنين مات وكده فيعمل مغصه جديده. فالمغص ده هنا اتز نوت سبيسيفيك، لكن هو علامه من علامات الاجهاض ان المهره يجي لها مغصه شديده.
ممكن الحرارة ترتفع. لو السبب فيروسي أو بكتيري تلاقي الحرارة عالية، وبعدين تلاقي بيبدأ ينزل ديستشارج من الفالفا، بيوريلنت فالفالا ديستشارج. وبعدين ممكن المشيمة تبدأ تنفصل، وممكن ممكن يحصل أعراض، في أعراض تانية كده سريعة. لكن بقى عايز أقول يعني بريماتور لاكتيشن اللي أنا شرحتها من شوية، إن هي إن يحصل تضخم في كبر حجم الضرع قبل الولادة بأسبوعين مع نزول اللبن، دي علامة من علامات الإجهاض. طب إيه اللي يعمل المشكلة دي؟ ليه تحصل المشكلة دي؟ لما يكون فيه توينز، لما يكون المهرة عشار في اثنين، أو حصل التهاب للمشيمة، بلاسنتايتس، بكتيريال بلاسنتايتس أند توينز. يبقى مشكلة البريماتور لاكتيشن إن المهرة تجيب لبن أو تنزل السرسوب قبل من الولادة بأسبوعين مع كبر حجم الضرع، بيكون سببه إن هي عشار في التوينز وأخلاقها تحصل لها إجهاض، أو حصل التهاب بكتيري للمشيمة اللي هو بكتيريال بلاسنتايتس. طيب دي بقى نقطة مهمة قوي، البروسيلا في الخيل. البروسيلا في الخيل تختلف عن البروسيلا في الحيوانات الأخرى، هي تصيب الخيول والحمير ودايما تتميز بحاجة اسمها الفيستولا سويزرز. ايه الفيستولا سويزرز؟ هو عبارة عن سيرو فيبرينس انفلاماتوري رياكشن، وغالبا بيكون بيوريلنت صديدي في منطقة التندون شيس والليجامنت والبرسة اللي هنشوفها دلوقتي في منطقة الويزرز. عارفش الدكتور معانا فواز يقول لنا دايما الدكاترة السوريين يبعتوا لنا الفيستولا سوزر لها اسم بالعربي، يا دكتور فواز يا ريت تكتبه، لان انا دخلت على القاموس ما لقيتوش الفيستولا سوزر بسموها ايه بالعربي، اللي هي الصورة ديت، دي الفيستولا سوزر ده اللي في اعلى الوزر، تلاقي فيه جرح كده قديم وعامل صديد في منطقة اللي بعد الرقبة على طول، فيستولا سويزرز دي دايما بتكون 90% من الحالات تبقى بروسيلا. ولسه دكتور بعت لي حالة أو شفتها على الجروب وقلت له ضروري تعمل اختبار بروسيلا. فيستولا سويزرز سيبتك سوبرا سباينس بيرسايتس، قرحة الغارب. جزاك الله خير يا دكتور، هكتبها إن شاء الله في المحاضرة، بسموها قرحة الغارب. ولقيت ترجمة ليها تاني ناصور الغارب، ناصور لأن فيستولا جاي من ناصور. دكتور أبو عبد الرحمن قال ناصور الحارك، ماشي، اسمها بالعربي قرحة الغارب أو ناصور الحارك. لو حد عنده اسم تاني ناصور الغارب تمام، هنكتب التلاتة يعني ناصور الغارب أو قرحة الغارب أو ناصور الحارك. ودي مقرفة جدا في العلاج، وأحيانا بتتدخل إن أنا أتدخل جراحي بس نقطة مهمة أوي بقى، إن مش كل حالات الناصور دي الغارب أو الناصور الحارق دي مش كلها بروسيلا، يعني عزلوا منها بروسيلا، وبعض الدكاترة الأبحاث عزلوا ستاف، وبعضهم عزل ستريبت، وبعضهم عزل أكتينومايسيز. دول أربع أنواع من الميكروبات بتعمل ناصور الغارب ده، أو تعمل ناصور الحارق، أو تعمل الفيستولا سوزرز. يبقى مش كل الناصور اللي يحصل في منطقة أعلى الظهر بعد الرقبة يبقى سببه بروسيلا. ولذلك صح يا دكتور، لازم يكون الميكروبات هنا ستريبت كوكس لاكتينومايسيس والستاف والبروسيلا. طبعا لو هما الثلاثة دول، لو هو الستاف وستريبت وكتينومايسيس، سهل ان انا اعالج مضاد حيوي وكده. لكن لو هي بروسيلا، احنا القاعدة ثابتة في كل الحيوانات إننا بتخلص من الحيوانات المريضة بالبروسيلا لأنها مصدر عدوى، لا بنعالجش. طب إزاي نشخص حالة الأبورشن ونعرف المسبب إيه؟ طبعا عزل الميكروب من الجنين، ناخد من الدم أو من السيمن أو من اللبن بتاع الفرسة وأشوف الميكروب المسبب. ممكن أعمل أشعة تلفزيونية عشان أشوف فيه توينز ولا لأ، ألتراسونوجرافي. طب افرض في توينز هنعمل ايه؟ هقول دلوقتي هنعمل ايه في العلاج.
من خطر جدا ان انا اسيب مهره عشار في 2 واقول ده كويس ده جايبها لي 2 وكده. لا 90 اكتر من 90% الدكتور فواز بيقول لك جاي من اترك له الحبل على الغارب فسموه ناصور الغارب. ماشي يا دكتور فواز. تذكر الأستاذنا اللي توفاه الله أمس أستاذ جراحة في كلية الطب البيطري جامعة أسيوط الدكتور محمد سيميكا أستاذ الجراحة، ربنا يرحمه يا رب ويجعل علمه في ميزان حسناته. الراجل له فيديوهات جميلة جدا عن على صفحته على اليوتيوب بيشرح الجراحة بالتفصيل والتخدير والحاجات دي. بنقيس الأنتي بودي تتر بقى اللي هو هل هو فيرال اللي بيستخدم بقى البي سي آر فلوروسنت انتي بودي تيست، نستخدم الاليزا، نعمل اشتغل سيرولوجي بالشغل المعملي بقى زي اي مرض عايزين نشوف المسبب بنبعت عينه للمعمل بيبدا يشتغل سيرولوجي ويشوف لنا ايه المسبب بتاع الاجهاض ده. نيجي بقى للعلاج. العلاج طبعا لو الحاله حصل لها اجهاض خلاص، لكن انا عايز اعرف المسبب ايه واخد الوقايه عشان ما يحصلش اجهاض. طب افرض كان المسبب فيروس، في احنا عندنا نوعين من الفيروسات، في الفيروس اللي هو الهيربس فيروس اللي هو مرض الاجهاض المعدي الفيروسي، وده لازم نعمل تحصين للحيوانات وهنتكلم دلوقتي على التحصين. وفي مرض تاني اللي هو الكواين فيرال ارترايتس. الكواين فيرال ارترايتس اللي هو المرض الفيروسي اللي هو عمل التهاب في الشرايين ده بيخف لوحده ملوش علاج. طب لو السبب بكتيريا هدي مضاد حيوي يقتل البكتيريا ما عدا البروسيلا ما بنعالجهاش. البروسيلا هو الكلام ده انا جايبه من الابحاث عشان ايه موثق. انتي بايوتكس ممكن استخدم انتي بايوتكس في التريتمنت اوف بروسيلا ممكن، لكن بقولي بقى it is unlikely that infected horses are source of the disease for other horses. لو عندي حصان واحد حتى لو عالجته من البروسيلا يبقى مصدر لعدوى الخيول الثانية and other animals. ولو معانا بقر ولا غنم هتتعدي وكمان للإنسان. فخطورة مرض البروسيلا إن أنا ما عالجش لأن هو ده مرض زونوتيك. تمام يا دكتور عبد الرحمن. بيقول ممكن كل حيوان عنده هيربز ما يحصلوش إجهاض ويموت المواليد بعد الولادة. نرحب بالدكتور أيمن السيد علي، أخصم منك 10 جنيه يا دكتور سيد. أكيد كانت عندكم مشكلة في مصر كهرباء مقطوعة ولا حاجة، لكن احنا هنديك عذر يعني انك دخلت متأخر جاي من بلبيس. طيب لو النقطة دي مهمة يا جماعة بس مش أي حد يقدر يعملها، لكن هي معلومات جميلة يعني يمكن أول مرة أعرفها واستعنت بأساتذتي في الولادة يعني ساعدوني ان انا افهم ازاي ان انا اتخلص من واحد من الاجنة والحمل يكمل. يعني how can we deal with twins؟ احنا قلنا التوينز سبب للاجهاض. عندي عمر الجنين كل مرحلة من عمر الجنين بتدخل بطريقة معينة عشان اتخلص من جنين من الاثنين، انا عايزه يبقى يكمل بجنين واحد. ففي الحالة اللي هي أقل من شهر عمر الجنين أقل من شهر if twins are detected by ultrasonography بالريكتم at 30 days أقل من 30 يوم. تخيلوا الجنين اللي هو أقل من 30 يوم ده بيعمل زي الفيزيكال كده. فإيه اللي بيحصل يعني بدخل إيدي في الريكتم بمساعدة السونار طبعا وروح ضغط على 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 الجنين ده وفعصه كده بإيدي يبقى جنين مات. طبعا لازم اسيب الثاني يعني مش هفحص الاثنين يعني. السونار ببين لي اروح جاي على واحد منهم ودخل ايدي بالريكتم اروح طاشه بايديا كده ريدكشن اوف تو وان امبريو باي مانوال كراشنج. مانوال كراشنج اللي هو ان انا اضغط عليه كده اكسره يعني اكسر الجنين تكسير يدوي. ده كان عمره اقل من شهر. لازم السونار طبعا اللي هيحدد لي ويدخل ايدي ويوريني واحد من الاجنة وروح ايه اعمل له كراشنج. طب لو الجنين من عمر شهر لشهرين
بعمل حاجة اسمها ترانس فاجينال اسبيريشن، بدخل بإبرة كده عن طريق الفاجينا وبرضو بمساعدة السونار، وادخل على الرحم واروح ساحب الامنيوتيك فلويد بتاع واحد من الأجنة. اول ما اسحب السائل اللي حوالين السائل الجنيني ده، الجنين هيموت. ده لو كان عمر شهر لشهرين بعمل الطريقة دي، اسيب الجنين التاني. طب لو كان الجنين 110 يوم، 110 يوم يعني كام شهر تقريبا؟ يعني دخلنا كده في 3 شهور ونص. ما ينفعش بقى الطريقتين اللي فاتوا دول، ما ينفعش ادخل ايدي ولا. طب اعمل ايه هنا بقى؟ برضو بمساعدة السونار باجي على جنين منهم واروح حقنه في القلب بتاعه بمادة بوتاسيوم كلورايد، او احقنه ببنسلين بروكايين. دكتور البحيري فاتك يعني نص عمرك طبعا، انت في مصر لسه، فبنتكلم على حاجات مهمة قوي في الابورشن. ازاي اموت جنين من الاثنين؟ عندي مهرة حامل في اثنين ولازم اموت واحد منهم عشان التاني يكمل، وإلا هيحصل إجهاض. فلو كان عمر الجنين 110 يوم، بدخل بمساعدة السونار وأجي على قلب جنين منهم وأحقنه ببروكاين بنسلين. عارفين البروكاين بنسلين ده لو اتحقن في الوريد بيموت على طول، أو بوتاسيوم كلورايد طبعا بمساعدة الترانس أبدومينال ألتراسونوجرافي. كلام جميل قوي، وعايزة واحد يتعلم ويشتغل في الموضوع ده، لأنه لو أنت مشرف على مزرعة خيل وعندك توائم هتعمل مشكلة. فلازم أموت جنين من الأجنة. يبقى دول 3 مراحل اهوت، هنقولهم تاني بسرعة. إذا كان الجنين أقل من شهر، بدخل إيدي عن طريق الريكتم بمساعدة السونار وأفعص واحد منهم، أعمل له كراشنج، يبقى عامل زي الإيه؟ زي الحويصلة المائية كده. لو كان الجنين من عمر شهر لشهرين، بدخل عن طريق الفاجينا واسحب الامنيوتيك فلويد بتاع الجنين. لو كان عمره اكتر من 110 يوم، بحقن في قلب الجنين واحد منهم ماده بروكاين بنسلين او بوتاسيوم كلورايد. ازاي اعمل كنترول للمرض؟ الاهم حاجه بالنسبه للمرض الفيروسي اللي هو الهيربز ان انا احصن. واي حد شغال في الخيول معروف عنده التحصين بتاع الهيربس ده. 3 أمراض مهمين أو الهيربس والإنفلونزا فيروس والتيتانوس. مفيش يعني لو أنا مش هحصن حاجة تاني ما انساش التلاتة دول، الهيربس فيروس والإنفلونزا فيروس والتيتانوس. وفي بعض الشركات عاملة التلاتة مع بعض زي ما أنا هوريكم دلوقتي، وشركة معمل الأمصال واللقاحات في العباسية عامل لقاح في ال3 حاجات، نلقح بالهيربس الهيربس فيروس، وفي لقاح الهيربس فيروس لوحده. طب الهيربس فيروس هذا لقاح هيربس فيروس لوحده هو، وزي ما قال الدكتور في بداية محاضرة ان احنا بندي لو هي المهرة عشار حامل، يعني بندي الجرعة الاولى عند عمر 5 شهور حمل، والجرعة الثانية عند عمر 7 شهور حمل، والجرعة الثالثة عند عمر 9 شهور. ده لو هي بريجننت. طب هي لو نان بريجننت، حسب بقى الشركة اللي منتجة اللي عندها لقاح بتاعها موجود في مصر اللي هو السيرفاك لقاح هيربز، موجود يا دكتور لقاح الانفلونزا والهيربز هوريه لحضراتكم دلوقتي. السيرفاك هنا منزلة ادي ال3 جرعات اهو بنديهم، واحد عند عمر لو هي عشار بندي عند عمر 5 شهور 7 شهور و9 شهور. ده معهد بحوث صحة الحيوان، معهد الامصال واللقاحات، عامل نوعين من اللقاحات. ده النوع الاول اللي هو السيرفاك لقاح بتاع الخيل اللي هو الهيربز لوحده، وقايل طريقه ازاي تدي. لو اللي هي الخيل غير محصنه بندي جرعتين بينهم من 4 ل6 اسابيع، بيكرر بعد 4 شهور، بعدين بعد 6 شهور. لو هي الحوامل بندي زي ما قلنا ان عنده 5 شهور حمل و7 شهور حمل و9 شهور حمل. الكلام موجود في المحاضرة. لو في بقى اللقاح التاني اللي هو برضو موجود في مصر، سيرفاك لقاح الخيل الثلاثي، اللي هو عبارة عن الانفلونزا فيروس والتيتانوس والهيربز، وبرضو كاتب طريقة اعطاء اللقاح. لازم انا امشي حسب
حسب ما هو موجود المكتوب على كده. المحاضرة خلصت، بنلخصها بسرعة، ولو في حد عنده سؤال يجهزه. الدكتور أبو بكر إمام بيقول إكواين إنفلونزا 1 و2، والإكواين هيربس فيروس 1 و4. ده لقاح برضو موجود يا دكتور أبو بكر، يعني 2 مع بعض بس، إنفلونزا وهيربس. تمام، أكيد أكيد في شركات، أنا حاولت أدخل، في بورينجر برضو منزلة لقاح، فايزر منزلة لقاح، في شركات كتيرة منزلة. دايما نخاف على الخيل، الخيل حساسة جدا زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت. المشيمة بتاعت الخيل والإبل يعني من سهل جدا إن يحصل إجهاض، لو أي هارد مانيبيوليشن، دخلت إيدي جامد في الريكتم أو عملت مشاكل الحيوان، حاجة نطحته. أمراض الجهاز العصبي ممكن تعمل أبورشن زي الهيبس فيروس، التهاب الرئوي زي الهيبس فيرو يعمل بقى. أمراض العضلات، أمراض العظام، أمراض الجهاز الهضمي اللي هو المغص الشديد ممكن يعمل أبورشن. ده كلها بسبب عوامل خطورة، ريسك فاكتور. بلخص المحاضرة تاني، المسببات المعدية اللي هو مرض التهاب الشرايين الفيروسي اللي هو الكوين فيرال أرترايتس، وفيروس هيربس فيروس اللي هو الكوين هيربس فيروس. في مرض اسمه التهاب المشيمة في الخيل، ومرض في مسببات بكتيرية قلناها الاستاف والستريبتو والليبتوسبايرا والليستيريا والكانديدا والنوكارديا والبروسيلا. وفي أسباب فطريات زي الكانديدا والأسبريجيلاس، دول يعملوا إجهاض برضه. وأسباب الغير معدية بقى، ضعف الرحم بسبب الشيخوخة ونقص عناصر غذائية، انخفاض مستوى البروجسترون. بنعيد تاني الكلام، وخنق الحبل السري للجنين، ان الحبل السري يلف حول نفسه. وفي عيوب خلقية والطفرات الجينية في الجنين. لذلك يقول لك يفضل عدم اعطاء ادوية في الشهر، في 60 يوم الاولى من الحمل، خاصة ادوية الديدان في الخيول الحوامل للمرحلة تكون الجنينة دي، فممكن الادوية تأثر على الجنين ويحصل تشوه ويحصل اجهاض. واعطاء كورتيزونات، عدم اعطاء ديكساميثازونات أثناء الحمل، معروفة دي. العلاج يعتمد على المسبب، لما بكتيري بندي مضاد حيوي، فطري ندي مضاد فطريات، وندي مضاد التهاب زي الفلونجوزين مجلومين. لازم نفحص دوري بجهاز السونار عشان نشوف الحالات التوائم. لو حيوانات جايلنا من مكان تاني لازم نعزلها حجر بيطري قبل ما تدخل مع الحيوانات. ونهتم بتغذية الأمهات الحوامل، ولازم نطعم ضد الفيروسات، وندي برضو جرعات للديدان. دي كلها حاجات مهمة للناس اللي بتشرف على مزارع الخيل. والتحصين المنظم، وإحنا عندنا قلنا اللقاح السيرفاك في مصر، وفي لقاحات كتيرة شركات منزلها، بنمشي حسب تعليمات الشركة المنتجة للقاح. كده المحاضرة خلصت. أبو عبد الرحمن بيقول عند عمل السونار لتشخيص الحمل ننصح بإعادة السونار بعد فترة للتأكد من تمام الحمل. دكتور أشرف لطفي بيقول السلمونيلا يا ريس من البكتيريا المسببة للإجهاض. والله أنا ما لقيتش هو السلمونيلا موجودة في الإبل والغنم والبقر، لكن ما لقيتش أبحاث ذكرى السلمونيلا كمسبب للإجهاض في الخيل. لكن أرجع تاني وأدور إن شاء الله، لو كانت موجودة أضفها. يبقى مهم جدا يا جماعة في الخيل، لو أنا دكتور طلب مني إن أنا أحصن، أهم حاجة لقاح الهربس والإنفلونزا والتيتانوس. دكتور أبو بكر بيقول إكواين بابيزيا مي كوز أبورشن. هل قرأتها يا دكتور ان البابيزا في الخيل ممكن تعمل ابورشن؟ يعني انا المحاضره اللي فاتت في الليفل اتكلمت على ان الترايبانسوما والانابلازما والسايليريا ممكن تعمل ابورشن، لكن ما لقيتش يعني في قراءاتي، خلال قراءاتي انا بقى لي فتره اقرا عن الاجهاض في الخيول، ما لقيتش حد ذاكر ان البابيزا ممكن تعمل ابورشن. لكن لو البابيزا فعلا جت للخيل وعملت ارتفاع في الحراره ممكن تعمل ابورشن يعني، لكن ما هيش مسبب رئيسي للإجهاض في الخيل.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بقول قرأتها في كتاب الدكتور عبد الغني الحفناوي. طبعا دكتور عبد الغني أستاذ البطنة، يبقى كلامه صح إن شاء الله. وممكن أضيف كمان إن الإكوان بابيزيا ممكن تعمل أبورشن في الخيل. ماشي. الدكتور أشرف لطفي، نتيجة ارتفاع الحرارة زي ما أنا قلت ممكن الحرارة العالية تعمل إجهاض، بصرف النظر بقى إن كان سبب بابيزيا أو سببها فيرال أو أي سبب آخر. تمام يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله كلنا هنصوم يوم الخميس الجاي التسعاء ويوم الجمعة عاشوراء، والصيام يكفر ذنوب سنة ماضية. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.